السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير. أحبابي والله أني فتحت اللايف عشان شيء واحد. أنا رايح الآن من جنوب جدة إلى شمال جدة، الوقت يأخذ معي تقريبا ربع ساعة تقريبا، فقلت أباخذ معكم هذا الوقت وهذه المسافة بسورة من سور القرآن. أبقرأ هذه السورة كاملة وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بها. يقول الله جل وعلا: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من عبد الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله
الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام وما أنا بظلام للعبيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبح وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. ليش اخترت هذه السورة؟ وليش خليت بثي كل القرآن وكل سورة كاملة من القرآن عشان آخر آية؟ الله جل وعلا يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إذا ما تعظ قلبي وقلبك بالقرآن، أسألك بالله بإيش التأثر؟ إذا أنا وأنت ما تأثرنا بالقرآن بإيش نتأثر؟ أحبتي خلونا نراجع القرآن، اجعل لك ورثة مع القرآن. قبل شيء يقول أحد الدعاء كلمة جميلة أعجبتني، يقول ترى الناس يتفاوتون في الجنة، منهم من يقرأ القرآن يبتدئ بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بفاتحة القرآن، فما ينتهي إلا من الجنة والناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأ، يقول الله جل وعلا لأهل القرآن اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا الذي قرأ القرآن كامل وين بيكون، في أي درجة؟ يقول أحد أهل العلم إن منازل الجنة ودرجات الجنة بعدد آيات القرآن. أحبتي اجعل القرآن ربيع قلبك ونور حياتك. أسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وهمكم جميعا. أسأل الله أن يوفقنا وياكم. هذه اللي حبيت أدخل بها وشارك بها، واحد يقول له بث بإذن الله أني بث لكم دائم، والله أني مقصر لكن بإذن الله أني أستمر معكم في البث، وأسأل الله أن يوفقنا وياكم. وتشرفت بكم جميعا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.